النصارى فقط، ولكن الكثير من عشاق كريستيانو نفسه اللي لديه شك. وتحدي من جانب تاليس في ظهور هنا في هذه اللقطة، ظهور في المرة الأولى في المملكة بالنسبة لأليكس، لكن التسديدة جاءت بمحاناة القائم، خطيرة لمصاعة النصر. قلت بأن الخطر يأتي من طويلة، الغنام حطها لرونالدو لكن في مكان التسلل. أخرى طبعا بالنسبة للمدرب، الأولى كان فيها تسلل، مرة ثانية كانت صعبة اللقطة، ومرة ثالثة كان فيها أو كانت عالية شوية على رونالدو. إعادة للقطة كان فيها مطالبة كريستيانو بلمسة يد، كانت عالية شوية وعاد بمحاذاة القائم. خطيرة باتجاه بروزوفيتش، لكن التغطية، تأمين الكرة بعد ذلك إلى رمية جانبية للنصر. رمية جانبية نصراوية، غنام باتجاه بروزوفيتش، تاليسكا في الخلف، كرة عربية حلوة وتسديدة لكنها لم تكتمل. وينتظر أيضا أول أهدافه في بطولة كأس الأمم الأخرى، خطأ بدفاع الفريق التونسي من حارس المرمى. خطف الكرة كريستيانو ولكنها ضاعت بعد ذلك. بشير سعيد ينقذ الاتحاد المنصوري من هدف. جايبو مانا يحاول داخل المنطقة، أقرب إلى العليوي، العليوي مرة أخرى بكرة على جهة اليمين، الكرة لسلطان غنام، عرضية رونالدو بالرأس، يا ولد يا كريستيانو. رونالدو يدرك الهدف الثاني في ليلتك يا كريستيانو. لا يمكن أن يهدى، لا يمكن أن يهدى، لا يمكن أن يشبع. رونالدو والبصمة، يحب يكون هدف، هدف انتصار، هدف انتصار في ليلة انتصار. حلوة اللقطة العادية، واسوأ اللقطة لكريستيانو. رونالدو هدف العادة، هدف، الهدف الثاني في مصعة النصر، الهدف من جانب كريستيانو. العربية روعة، رونالدو بالرأس، يا سلام. قل لي بربك متى ستشبع يا كريستيانو، 38 سنة ولا زال يحطم الأرقام والشباك والمشككين. رونالدو كم هو محظوظ النصر انه مثل احد اعظم اللاعبين عبر التاريخ. الليلة رونالدو يضع البصمة، انه يحب في مباراة الليلة انه لا يكون هدف 2-0، لا، يحب انه نفوز بهدف رونالدو، انه فاز النصر بهدف. كريستيانو يسجل، وبالتأكيد شفنا ردة فعله بعد المباراة الأخيرة ضد الشباب، عدم الرضا. الليلة كل الرضا لأنصار النصر بهدف كريستيانو وفرحة رونالدو. الندف البرتغالي يؤكد للجميع رغبة الكبيرة في انتصار بعد آخر. في كرة من جانب تاليسكا، التحرك لرونالدو ولكن صادق خرج في مرمى، وبعد ذلك لركنية عملها معاملة مباراة ودية في اللقطة الماضية على الأقل، لكن رونالدو ضاعت منه. أنا مرة أخرى أقول كل بربك متى ستاه، شوفه مرة أخرى بالرأس من رونالدو العامري في التوقيت الرائع، بمواصفات مهاجم وليس مدافع، بذكاء وتحرك مهاجم وليس مدافع، بحس تهديفي لمهاجم وليس مدافع. العامري تأثيره مهم في الكرات الثابتة. رونالدو بضربة رأسية رائعة، صادق مرة أولى نجح، صادق مرة أولى لم ينجح، صادق يبقي النتيجة على حالها، وصادق من يقول أن النصر سيكون في هذا الموسم منافسا على كل شيء بقيادة صاروخ موريرا. بالتأكيد شفنا ردة فعله بعد المباراة الأخيرة ضد الشباب، عدم الرضا. الليلة كل الرضا لأنصار النصر بهدف.